بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس، وموضوع درسنا لهذا اليوم هو حل نظام من معادلتين خطيتين بالتعويض في جزءه الأول للصف الثالث متوسط. سنتعلم اليوم استعمال التعويض لحل نظام من معادلتين خطيتين. في أحد السنوات أنتجت مزرعة ناصر 16 طنا من التمور، بينما أنتجت مزرعة محمد 20 طنا من التمور، ثم بدأ إنتاج المزرعتين يتناقص سنويا، فبلغ في السنة التالية 13 طنا لمزرعة ناصر و 16 طنا لمزرعة محمد. الآن لدينا مجموعة من الأسئلة نريد أن نجيب عليها من الجملة السابقة. السؤال الأول: ما معدلات تناقص إنتاج كل من مزرعتي ناصر ومحمد؟ لو أخذنا ناصر كان تنتج مزرعة 16 طنا والآن تنتج 13، إذا مقدار التغير هو 3 أطنان، ومحمد كانت تنتج 20 طنا والآن تنتج 16 طنا، إذا الفرق بينهما 4 أطنان. إذا مزرعة ناصر نقصت 3 أطنان في السنة، ومزرعة محمد 4 أطنان في السنة. السؤال الثاني: اكتب معادلتين تمثلان إنتاج المزرعتين. لو أخذنا مزرعة ناصر، مقدار التغير هو 3 أطنان في السنة، تنقص بمقدار 3 أطنان في السنة، إذن سالب 3 في السنة، ونرمز بالسنة سين، مضافا عليها ما لديه الآن 16 طنا، إذن ستكون ص تساوي سالب 3 سين زائدا 16. مزرعة محمد تنقص بمقدار 4 أطنان في السنة، إذن سالب 4 سين، مضافا عليها إنتاجها كان 20 طنا، إذن ستكون المعادلة ص تساوي سالب 4 سين زائدا 20. السؤال الثالث: لماذا يكون حل نظام معادلتين بالتعويض أفضل من التمثيل البياني؟ الأفضلية تكون في ما يلي: في البداية يعطي الإجابة بسرعة وبأقل عدد من الخطوات، ثانيا يعطي إجابة دقيقة. مثال: استعمل التعويض لحل النظام، س زائد ص يساوي 10 وس ناقص ص يساوي 4. نلاحظ أن النظام يتكون من معادلتين، المعادلة الأولى س زائد ص تساوي 10، والمعادلة الثانية س ناقص ص تساوي 4. لحل هذا النظام بالتعويض سيكون لدينا 3 خطوات. الخطوة الأولى أن نكتب أحد المعادلتين على الصورة ص تساوي ألف س زائدا الجيم، أو الصورة س تساوي ب ص زائدا جيم. لدينا معادلتين، نختار أحد المعادلتين ولنختار المعادلة الثانية س ناقص ص تساوي 4. لو أردنا أن نكتبها على الصورة س تساوي ب ص زائدا جيم، فإن ننقل سالب ص للطرف الأيسر، الإشارة السالب ستتحول إلى موجب، إذا سنحصل على س تساوي ص زائدا 4. الخطوة الثانية من الحل: عوض بالمقدار الناتج في الخطوة واحد في المعادلة الأخرى. أخذنا المعادلة س ناقص ص، إذا نعوض س زائد ص تساوي 10، نعوض عن قيمة س بص زائدا 4. إذا لدينا المعادلة س زائد ص تساوي 10، بدلا عن الس نعوض بص زائدا 4، إذا ص زائدا 4 زائدا ص تساوي 10، إذا ص زائدا ص، إذا سيكون لدينا 2 ص زائدا 4 تساوي 10. نلاحظ أنه مضاف عليها 4، عكس الإضافة الطرح، نطرح 4 من الطرفين، سالب 4 سيذهب مع موجب 4، والطرف الأيسر 10 ناقصا 4 ب 6، إذا سيكون 2 ص تساوي 6. وبما أن الصاد مضروبة في 2 فإن نقسم الطرفين على 2، 2 صاد مقسوما على 2 سيتبقى الصاد، و6 مقسوما على 2 سيتبقى 3، إذا الصاد تساوي 3، إذا أوجدنا قيمة صاد. الخطوة الثالثة: عوض بالقيمة الناتجة في الخطوة 2 في أي من المعادلتين وحلها واكتب الحل. إذا لدينا الصاد تساوي 3، نعوض في المعادلة الأولى أو في المعادلة الثانية، لنا حرية التصرف،
ونأخذ المعادلة الأولى س زائدا ص تساوي العشرة. نعوض بدلا عن ص قيمتها ثلاثة، إذا سيكون س زائدا ثلاثة تساوي العشرة. لو أردنا أن نتخلص من الثلاثة فإن نطرح ثلاثة من الطرفين، الموجب ثلاثة سيذهب مع سالب ثلاثة، تبقى في الطرف الأيمن س، وفي الطرف الأيسر عشرة ناقصا ثلاثة بسبعة، إذا س تساوي السبعة. من ذلك الحل سيكون في السينات سبعة وفي الصادات ثلاثة، إذا سيكون إحداثي سبعة فاصلة ثلاثة. مثال تعمل التعويض لحل النظام، أربعة سين زائدا خمسة صاد تساوي 11، وصاد ناقصا ثلاثة سين تساوي سالب 13. النظام يتكون من معادلتين. لحل النظام لدينا ثلاث خطوات. الحل، الخطوة الأولى نكتب أحد المعادلتين على صورة سين تساوي باء صاد زائدا جيم أو صاد تساوي ألف سين زائدا جيم، ونختار المعادلة الثانية صاد ناقصا ثلاثة سين تساوي سالب 13. ننقل سالب 3 س للطرف الأيسر، سنحصل على ص تساوي 3 س ناقصا 13. إشارة سالب 3 س، الإشارة السالب تتحولت بعد انتقال للطرف الأيسر إلى موجب. خطوة ثانية نأخذ المعادلة الأخرى 4 س زائدا 5 ص تساوي 11، ونعوض بدلا عن ص بقيمتها في الخطوة الأولى 3 س ناقصا 13، إذا سيكون 4 س زائدا 5 مضروبة في قوس ما بداخل 3 س ناقصا 13 تساوي 11. نضرب الخمسة في الثلاثة ب 15 س، والخمسة في سالب 13 بسالب 65، إذا 4 س زائدا 15 س ناقصا 65 تساوي 11. 4 س زائدا 15 ب 19 س ناقصا 65 تساوي 11. ننقل سالب 65 للطرف الأيسر، الإشارة السالب ستتحول إلى موجب، سيكون لدينا 19 س تساوي 65 زائدا 11 بستة وسبعين. الآن نلاحظ أن الس مضروبة في 19، عكس الضرب هو قسمة، إذا بقسمة الطرفين على 19، 19 ستة مع 19 76 مقسوما على 19 بأربعة، إذا الس تساوي أربعة. الآن نعوض عن س بقيمتها 4 في أحد المعادلات، ونختار المعادلة في الخطوة الأولى ص تساوي 3 س ناقصا 13. بدلا عن الس نعوض بقيمتها 4، إذا سيكون ص تساوي 3 مضروبة في الأربعة ناقصا 13، 3 ضرب 4 ب 12، إذا ص تساوي 12 ناقصا 13، 12 ناقصا 13 بسالب 1، إذا الصاد قيمتها سالب 1. حل النظام في هذه الحالة الإحداث السيني 4 والإحداث الصادي سالب 1، إذا الحل هو الإحداثي 4 فاصلة سالب 1. مثال استعمل التعويض لحل النظام، 2 س زائدا 5 ص تساوي سالب 1، والمعادلة الثانية ص تساوي 3 س زائدا العشرة. حل النظام لدينا ثلاث خطوات، الخطوة الأولى لدينا المعادلة الثانية مكتوبة بصورة ص تساوي ألف سين زائدا الجيم، إذا ص تساوي 3 س زائدا العشرة. الخطوة الثانية نأخذ المعادلة الأخرى 2 س زائدا 5 ص ناقصا الواحد، ونعوض بدلا عن ص بقيمتها 3 س زائدا العشرة، إذا 2 س زائدا 5 مضروبة في 3 س زائدا 10 تساوي سالب 1، 5 ضرب 3 ب 15 س، 5 ضرب 10 ب 50، إذا 2 س زائدا 15 س زائدا 50 تساوي سالب 1. 2 س زائدا 15 س ستكون 17 س زائدا 50 تساوي سالب 1. ننقل 50 للطرف الأيسر، من موجب ستتحول إلى سالب، سيكون 17 س يساوي سالب 1 ناقصا 50 بسالب 51. الآن الس مضروبة في 17، عكس الضرب هو القسمة، بقسمة الطرفين على 17، 17 مقسومة على 17 سيتبقى س يساوي سالب 51 مقسوما على 17 سيكون سالب 3، إذا أوجدنا قيمة الس هي سالب 3. ونأخذ المعادلة في الخطوة الأولى ص تساوي 3 س زائدا العشرة، ونعوض عن الس بقيمتها سالب 3 لإيجاد قيمة ص، إذا الصاد ستساوي 3 مضروبة في سالب 3 زائدا العشرة، 3 ضرب سالب 3 بسالب 9، إذا الصاد تساوي سالب 9 زائدا العشرة، سالب 9 مضافا عليها 10 سيكون 1، إذا الصاد قيمتها بواحد. إذا حل النظام هو سالب 3 فاصلة 1. تقويم،
استعمل التعويض لحل النظام. ص تساوي 3 س ناقصا 6، و5 س زائدا 2 ص تساوي سالب 1. لحل النظام سيكون لدينا 3 خطوات. الخطوة الأولى، نلاحظ المعادلة الأولى مكتوبة بصيغة ص تساوي أ س زائدا الج، إذن ص تساوي 3 س ناقصا 6. الخطوة الثانية، نأخذ المعادلة الأخرى 5 س زائدا 2 ص تساوي سالب 1، ونعوض بدلا عن الصاد بقيمتها 3 س ناقصا 6. إذا سيكون لدينا 5 س زائدا 2 مضروبا في 3 س ناقصا 6 تساوي سالب 1، ونضرب الاثنان في الثلاثة بستة، واثنان في سالب 6 بسالب 12. إذا 5 س زائدا 6 س ناقصا 12 تساوي سالب 1. 5 س مضافا عليها 6 س ب 11 س، إذن 11 س ناقصا 12 تساوي سالب 1. وننقل سالب 12 للطرف الأيسر، السالب ستتحول إلى موجب، سيكون سالب 1 زائدا 12 ب 11، إذن 11 س تساوي 11. نقسم الطرفين على 11، سيكون لدينا الس تساوي الواحد. إذن نأخذ المعادلة الأولى، ص تساوي 3 س ناقصا 6، ونعوض بدلا عن الس بقيمتها 1. إذن ص تساوي 3 مضروبة في الواحد ناقصا 6، 3 ضرب 1 بثلاثة، إذن ص تساوي 3 ناقصا 6، 3 ناقصا 6 بسالب 3، إذن الص قيمتها سالب 3، إذن الحل هو 1 فاصلة سالب 3. مثال، استعمل التعويض لحل النظام، س ناقصا 3 ص يساوي سالب 9، والمعادلة الثانية 5 س ناقصا 2 ص تساوي 7. لحل النظام لدينا 3 خطوات. الخطوة الأولى، نلاحظ أن المعادلتين ليست مكتوبة بصيغة ص تساوي أ س زائدا ج، أو س تساوي ب ص زائدا الج، ولنختار أحد المعادلتين لكتابتها بالصيغة المطلوبة. ولنختار المعادلة الأولى، س ناقصا 3 ص تساوي سالب 9. ننقل سالب 3 ص للطرف الأيسر لكي تكون بصورة س تساوي ب ص زائدا ج، إذا سنحصل على س تساوي 3 ص ناقصا 9، سالب 3 ص. الإشارة السالب بعد الانتقال ستكون الإشارة موجبة. الخطوة الثانية، نأخذ المعادلة الأخرى 5 س ناقصا 2 ص تساوي 7، ونعوض بدلا عن س بقيمتها 3 ص ناقصا 9، إذا 5 مضروبة في 3 ص ناقصا 9 ناقصا 2 ص تساوي 7. نضرب الخمسة في الثلاثة ب 15 ص، والخمسة في سالب 9 بسالب 45، إذا 15 ص ناقصا 45 ناقصا 2 ص تساوي 7. 15 ص ناقصا 2 ص سيكون 13 ص ناقصا 45 تساوي 7. ننقل سالب 45 للطرف الأيسر، الإشارة السالب ستتحول إلى موجب، سيكون 13 ص تساوي 7 زائدا 45 ب 52. الآن بقسمة الطرفين على 13، ستكون ص تساوي 4. الخطوة الثالثة، نختار أحد المعادلتين ولتكون س تساوي 3 ص ناقصا 9، ونعوض بدلا عن الص بقيمتها 4، إذن السين تساوي 3 مضروبة في الأربعة ناقصا 9، 3 ضرب 4 ب 12، إذن السين تساوي 12 ناقصا 9، 12 ناقصا 9 ب 3، إذن السين قيمتها 3. إذن حل النظام سيكون إحداث السين 3 والإحداث الصادي هو 4. تقويم، استعمل التعويض لحل النظام، 2 س زائدا ص تساوي 3، و4 س زائدا 4 ص تساوي 8. الحل سيكون لدينا 3 خطوات. الخطوة الأولى، لنأخذ المعادلتين ليس مكتوبة بالصورة المطلوبة، ولنختار أحد المعادلتين ولتكن المعادلة 2 س زائدا ص تساوي 3، نكتبها بصورة ص تساوي أ س زائدا ج، بنقل 2 س للطرف الأيسر، سيكون ص تساوي سالب 2 س زائدا 3. في الخطوة الثانية، نأخذ المعادلة الثانية 4 س زائدا 4 ص تساوي 8، ونعوض بدلا عن ص بقيمتها سالب 2 س زائدا 3، إذن سيكون لدينا 4 س زائدا 4 مضروبة في سالب 2 س زائدا 3 تساوي 8. 4 ضرب سالب 2 بسالب 8، 4 ضرب 3 ب 12، إذن سيكون لدينا 4 س
ناقصا 8 سين زائدا 12 تساوي 8. 4 سين ناقصا 8 سين بسالب 4 سين زائدا 12 تساوي 8. ننقل موجب 12 للطرف الأيسر، الإشارة موجب ستتحول إلى سالب، سنحصل على سالب 4 سين يساوي 8 ناقصا 12 بسالب 4. إذن سالب 4 سين يساوي سالب 4. بقسمة الطرفين على سالب 4 سيكون سين تساوي الواحد. أوجدنا قيمة سين هي 1، ونأخذ المعادلة في الخطوة الأولى، صاد تساوي سالب 2 سين زائدا 3، ونعوض بدلا عن السين بواحد، إذن سيكون صاد تساوي سالب 2 مضروبا في الواحد زائدا 3. سالب 2 ضرب 1 بسالب 2، إذن الصاد تساوي سالب 2 زائدا 3، سالب 2 زائدا 3 بواحد، إذن قيمة الصاد هي 1. إذن حل النظام في هذه الحالة، الإحداث السيني 1 والإحداث الصادي هو 1، إذن 1.1. تعلمنا اليوم استعمال التعويض لحل نظام من معادلتين خطيتين. في الختام أعزائي الطلاب والطالبات، أتمنى أن نكون قدمنا درسا مفيدا لكم وأثرينا العملية التعليمية لديكم، ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.